اهلا بحضراتكم. الحقيقه حضرات هناك خبر معرفش هو استوقفني لكن ممكن كمان يستوقفك وتتوقف امامه. في مشاريع الاستثمار الزراعه في اثيوبيا مشاريع مهمه جدا ان احنا نركز عليها، وهي مشاريع زراعه المحاصيل شرهه الاستخدام للمياه. يمكن في خبر كده قراته عن هذا الامر، والخبر ده بيسلط الضوء على استثمارات اسرائيليه في زراعة محاصيل معينة في إثيوبيا. يعني في باحث مصري بيتحدث عن شركات إسرائيلية بعينها بتستثمر في زراعات بعينها، وتحديدا زراعة قصب السكر. بل ومش بس الأمر متوقف على كده، دي كمان بتجيب لإثيوبيا قروض عشان تنشئ بيها سدود، وهذه السدود يتم تسديد المقابل المادي اللي بني به السد واللي خزن به المية، يتم سداده على فترات زمنية مثلا 5 ل 10 سنين من إيراد المحاصيل اللي هتزرع من تخزين هذه المياه. معلش الموضوع يبدو أنه معقد، لكن هو موضوع مهم جدا. في سد اسمه سد زريمة في إثيوبيا على أعالي نهر عدبرة، وعلى فكرة نهر عدبرة من المنابع الخاصة بنهر النيل. عندنا عدبرة، عندنا الصباط، عندنا النيل الأزرق، عندنا النيل الأبيض، دول 4 روافد رئيسية. إثيوبيا بيجي منها 3 لوحدها، يعني عدبرة ده بيصب على النيل الرئيس، عندنا الأزرق بيصب على النيل الرئيس في الخرطوم، وبرضو نهر الصباط. الثلاثة دول تقريبا جايين الثلاثة من إثيوبيا. في أعالي نهر عدبرة في منطقة تجري موجود سد اسمه زريمة. السد ده ساعته التخزينية 3.6 مليار متر مكعب، والسد ده ارتفاعه حوالي 152 متر. ولكن السد ده أنشئ وكان هدفه من الإنشاء هو حجز كم كبير من المياه عشان تزرع إثيوبيا ما يعادل 40,000 هكتار قصب سكر، أو تقريبا كده باللغة المصرية 100,000 فدان قصب سكر في مستهدفات مشروع سد زريمة. إنه المشروع يستخدم المية القادمة في نهر عدبرة ويحجزها في منطقة أعالي عدبرة وستيت، ويحجز المية ده عشان تستخدم لزراعة قصب السكر. ولكن برضو خلينا نقول المعلومة كاملة، انه السد ده بتواجهه مشاكل كبيرة. يعني مثلا خلينا اقرأ لك الجزء ده بدقة شوية. قال هاني ابراهيم الباحث المصري انه هناك تضرر مشروعات الري في اثيوبيا بسبب تدهور الاوضاع الامنية. يعني مشروع زريمة ده مشكلته الاساسية في تدهور الاوضاع الامنية اللي ادى لخلل في اهداف السد او في تصميم السد، عدم قدرة على تعديل هذه التصميمات. هكمل لك. فبيقول لك قال مشروعات الري التي تضررت من الاوضاع الامنية بحسب اثيوبيا هي زريمة التجري وجنوب ريب امهارة وارجو ديدسة بشكل جزئي اوروميا ومشروعات اخرى في امهارة. قال عن مشروع زريمة انه تضرر بسبب تعديل في السد لانه واجه مشكلة في السنوات الماضية، أما أرجو ديدسة لأنهم متأخرين في الجدول الزمني. زريمة تاني قال أنه على منابع نهر عدبرة، وقال أنه هناك مشاكل في تصميم سد زريمة على نهر زريمة في حوض ستيت على عدبرة. في الأول من يوليو الماضي 2023 نشرت صحيفة إثيوبية تقارير، يعني خد بالك من 6 شهور أو أكتر، نشرت صحيفة إثيوبية تقارير ومعلومات تفصح عنها لأول مرة عن هذا السد. فقال انه السد تجاوز الميزانية المقررة بعد توقف الحرب، وكان السد يحتاج الى تمويل اضافي بسبب تغييرات في تصميم السد، مشيرا انه كان سد ركامي وكان مفترض بدء عمله منذ سنوات. وقال كمان انه السد ده ارتفاعه 152 وسعته 3.6 مليار، ومفروض يتم توفير المياه من نهري زريمة ودوكوكو، من بينهما 785 مليون متر مكعب. وده المهم بقى للري بشكل مبدئي، المشروع زراعي لقصب السكر على مساحة 100,000 فدان. طيب في شركات إسرائيلية بقى في الموضوع ده، ما احنا هنا بنفهم ايه الدور الإسرائيلي في إثيوبيا، وهل ممكن اللي بيحصل مع مشاريع قصب السكر في سدود إثيوبية ومشاريع إثيوبية يحصل مع مشاريع أخرى تؤثر على مصر وحصتها؟ تعال نشوف الخبر ده اللي نازل من جريدة إثيوبية، والخبر ده بيفصح عنه عن طريق الباحث المصري. شركة نتافايم أو نتافيم الإسرائيلية لأنظمة الري مسؤولة عن تطوير 7,000 هكتار
ضمن المشروع اللي فيه 40,000 هكتار، وتم تمويله من خلال بنك هابو عليم الإسرائيلي بقيمة 200 مليون دولار في 2016، على أن تدفع الحكومة الإثيوبية ممثلة في شركة السكر الحكومية في صورة دفعات من صادرات السكر. يبقى احنا هنوفر لكم دعم لتمويل إنشاء السد اللي هدفه تخزين مياه لزراعة محاصيل استراتيجية بالنسبة لكم زي محصول قصب السكر، وانتم من الصادرات دي تجيبوا لنا عائدات التمويل اللي احنا دفعناه او القرض اللي انتم حصلتوا عليه خلال مدة من 5 ل 10 سنوات، وتأمين كمان مخاطر السداد. يعني في شركة إسرائيلية او مجموعة شركات تأمين إسرائيلية بالاسم اهوت، من بينها شركة اسمها أجرا إسرائيل إكسبورت إنشورنس كورب. فده طبعا واضح انه في يد إسرائيلية في ده، مشروع افصح عنه في إثيوبيا فيه يد إسرائيلية لتمويل مشروع زي ده. المعلومة دي معلومة احنا بنتوقف امامها عشان نعرف انه ممكن ده يحصل مع مشاريع اخرى ومع سدود اخرى. زي ما عرفنا هنا هذه المعلومة، ممكن نسمعها عن مشاريع اخرى في اثيوبيا. يعني من الحاجات الغريبة برضو انه بيقول لك هنا في هذا الخبر انه السد الاثيوبي به مياه حاليا تكفي لتشغيل ال 13 توربين يولدوا كهرباء، ورغم كده مفيش غير 2 توربين مؤهلين لتوليد الكهرباء، وحتى لغاية الوقت من شهرين المفروض يولدوا كهرباء وما ولدوش كهرباء. يعني اثيوبيا مخزنة مية الوقت تكفي لكل المهام الكهروميكانيكية الخاصة بتوليد الكهرباء، ولكن لم يحدث. ودي من الحاجات الغريبة اللي بيقول الباحث هاني ابراهيم انها بتكشف عن سوء نية الاثيوبيين تجاه مصر في هذا الامر. مشروع زي ده استهدف او اخد وقت طويل، وكمان استهلك كم كبير من المياه او خزن بحيرة كبيرة، ورغم كده الغريب ان انت لم يتحقق اي هدف من اهداف هذا السد سوى انه منع مياه من التدفق عن مصر وعن السودان. ورقة ضغط ممكن تقول، تصريحات الوزير المصري للري هاني سويلم بتقول او بتشير لده، انه هي تصريحات فيها ان مصر يعني هتدافع عن حقوقها بالطريقة اللي بتشوفها والمناسبة ليها. طبعا هنشوف تصعيد في التصريحات خلال فترة الملء القادم اللي بتعتبر ممكن تكون الملء الاخير بحسب اخر كلام كل في هذا الامر، لكن احنا ما نعرفش لانه في غموض اثيوبي كبير في مشروع سد النهضة ومحاولة العودة للمفاوضات، لكن مصر مش عايزة ترجع للمفاوضات بنفس الطريقة. انا عارف ان ناس كتير من المصريين يعني ممكن يكون عندهم غضب من انه مصر لم تتعامل بشكل اكثر قوة في هذا الملف، لكن احنا لازلنا منتظرين. هل هناك يعني امل في انه الامر يتم الانتهاء منه بشكل دبلوماسي او بشكل سلمي قبل ان يحدث مثلا تصعيد عسكري من قبل مصر مع اثيوبيا، ولا الموضوع متجه لانه الامر لن يحل الا باستخدام القوة؟ من زخم الملفات ومن المشاكل المحيطة انت ما تعرفش هتتعامل ازاي في هذا الملف. واثيوبيا طبعا بتستغل ده، زي ما عندها مشاكل هي بتستغل المشاكل في الدول المجاورة للضغط على مصر، لانه عارف ان انت لا يمكن تحارب في هذا الوقت، عندك مشاكل في حدودك المجاورة كلها، فبيضغط عليك في هذا الامر. فاضل بس اقولك انه مصر ان شاء الله جاي لها كم كبير من المياه قادمة من منابع النيل الابيض، زيادة 140% عن حصة كل عام او الحصة المعتادة، فده هيوفر لنا كم حوالي ما لا يقل عن 5 وما يزيدش عن 10 مليار متر مكعب. هتيجي ان شاء الله بحيرة ناصر، هتكون يعني كم كويس جدا يعوضنا شوية عن ما تم فقده من سد النهضة، بالاضافة لانه متوقع ايضا انه منابع النيل الازرق يكون عليها فيضانات وامطار غزيرة تحدث هذه او هذا العام، وايضا تكون يخزن منها المياه في سد النهضة ويفيض كم كبير من المياه للتدفق نحو مصر والسودان. نتمنى ان شاء الله ان ربنا يحفظ مصر وتعدي الامور على خير. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.